الأشقاء، كما تعلمون أن للصحافة دور ولها أهمية في خلق حراك اجتماعي باتجاه معين، ولذلك نحن كمثقفين أو مراقبين نلاحظ كثير، لنا كثير من الملاحظات حول الصحافة المحلية بشكل عام وصحيفة الحياة بشكل خاص. وفي هذه الليلة سنتطرق إلى موضوع الصحافة المحلية آفاق وتحديات. سيكون محاضرنا لهذه الليلة الأستاذ سعود الرئيس، وهو مدير تحرير صحيفة الحياة بالمنطقة الشرقية، وكان مدير لتحرير مجلة الوسط، وأيضا صحيفة الوطن كان مساعدا لنائب رئيس تحرير، إضافة إلى أنه كان رئيس القسم الاقتصادي بجريدة اليوم. سيأخذنا خلال هذا الموضوع أو في رحلة حول موضوع الصحافة المحلية، ولا يسعنا إلا أن ندعه يبدأ في موضوعه. فليتفضل. شكرا، مساكم الله بالخير جميعا. حقيقة أنا أود في البداية أن أشكر الأستاذ جعفر الشايب على دعوته الكريمة، والحقيقة شرفني مرتين، إحداهما بين أتحدث عن الصحافة، والأهم بين أكون بينكم في هذا الأمسية. حقيقة موضوع الصحافة موضوع متشعب، ولا شك عندي بأنكم تبدون فيه اهتماما كبيرا. أن ألقي نظرة فقط على مشروع جريدة الحياة التي بدأت به أخيرا، فقط لتكونوا معنا في الهم الذي نحمله. صحيفة الحياة تولدت فكرة تحويلها من صحيفة دولية إلى صحيفة محلية، أو بالأحرى إصدار طبعة محلية. الفكرة كانت تحديدا خلال 3 ساعات فقط تم اقتراح فكرة تحويل الصحيفة أو إصدار طبعة محلية. خلال 3 ساعات هذه وضعت تفاصيل المشروع كاملة، تفاصيل الصفحات وتبويبها، وخلال 2 يوم تم اعتمادها، وبعد ذلك أعطينا مهلة لمدة 2 شهر لإصدار الصحيفة المحلية. طبعا عندما نتحدث عن إصدار صحيفة محلية في حدود 2 شهر، قد يبدو الأمر للبعض سهلا، لكن في واقع الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للحياة، لأنه الحياة كان لديها مراسل واحد في المنطقة الشرقية اللي هو كنت أنا، كان في جدة في عندنا لدينا مراسل آخر أستاذ جميل الزيابي، وفي الرياض كان لدينا مراسلان لهم ميسر الشمري وسليمان نمر. إيجاد الطبعة المحلية كان يتطلب توفير كادر، تجهيز مكاتب، تدريب الكادر على العمل وفق ستايل صحيفة الحياة أو أسلوبها. وخلال 2 شهر، وهي المهلة اللي حددت لنا، تمكننا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نصدر هذا الوريد. صحيفة الحياة عندما فكرت في إصدار طبعة محلية لم يكن الهدف تجاريا مطلقا، كان هناك رسالة وتود أن تود إيصالها إلى جميع القراء. طبعا لا يخفى عليكم أن صحيفة الحياة واحدة من أوائل الصحف العربية، هي الصحيفة العربية الوحيدة التي تدخل الكونغرس الأمريكي، الصحيفة العربية الوحيدة اللي تم ترجمتها إلى 25 لغة الآن في دول حلف الناتو، صحيفة الحياة فقط.
بالتالي نقل التجربة من الصحافة الدولية للصحافة المحلية وطرح القضايا المحلية وفق رؤية أو وفق أسلوب المتبع في الصحافة الدولية، هنا كان بالنسبة لنا التحدي الأكبر. السوق السعودي مثل ما أنتم عارفين يستوعب الكثير من الصحف، وهناك الكثير من الصحف، لكن عملية النجاح تبقى التحدي الأكبر في هذا السوق، له متطلبات، في أولويات لدى هذا السوق، وبالتالي لم نتعامل وفق منظور السوق، تعاملنا وفق احتياجات المواطن، وهذا أنا يبدو لي أنه سهلنا أو جعلنا نختصر الكثير من المسافات بيننا وبين القارئ. هناك صحف كثيرة سبقتنا في المنطقة، في المملكة بشكل عام أنا أقصد، لكن خلال الفترة البسيطة اللي هي لا تعد الآن 6 أشهر تمكننا من تجاوزها، لم يكن صدفة وأيضا لم يكن مخططا، ولكنه كان المهنية كان لها الدور الأكبر في هذا الموضوع. تلمسنا احتياجات المواطن، حاولنا قدر الإمكان أن نبتعد عن الإثارة المفتعلة التي تسعى لها بعض الصحف، سعينا لنقل هموم المواطن بشكل يمكن خلاله تقديم المساعدة دون التأثير أو جرح كرامته أو وضعه في بشكل متسول كما يتم طرح في بعض الصحف المحلية. احنا نتكلم الآن طبعاً بصراحة، لم يكن طرح القصص الإنسانية التي لجأنا لها في الحياة بهدف التسول بقدر ما كان هو فعلاً قضية بحاجة إلى المساعدة. ومن خلال الحياة أيضاً وفقنا في إعانة الكثير من القضايا الإنسانية وأربابها حقيقة. هذا شيء نحن نسعد به ونفخر به، وأنا أقوله لأنه أشعر أنه إحنا هنا أدينا رسالة حقيقية، ولا أقوله لمجرد أنه إحنا فعلنا. هذا بالنسبة لصحيفة الحياة. طبعا أنا أدرك أنه هناك لديكم الكثير لتقولونه حول هذه حول صحيفة الحياة أو حول الإعلام بشكل عام، وبلا شك في القضية اللي قد تكون قد أثارت الفترة الأخيرة عملية الخطأ الذي وقع في صفحة الواحة في صحيفة الحياة، والذي تم الإشارة فيه. عليكم السلام. الخطأ الذي وقع في صحيفة واللي تم الإشارة فيه إلى عملية الشيعة أو الرافضة، وطبعاً ما حصل أنا تكلمت مع الأستاذ قبل قليل وأوضحت له أن الفكرة كانت طبعاً في الصحيفة في لها تسلسل بأن عملية إجازة الصفحات، الصفحة هذه كانت صفحة مؤجلة وليست فريش بما يطلق عندنا، تم إعداد المادة وأرسلها التصحيح وتم شطبها على التصحيح، لكن لم يتم تعديلها على الجهاز وبالتالي بقيت ومرت بالخطأ. ولكن أؤكد لكم أن هناك تحقيق طال 4 أشخاص في هذا الموضوع، ولا زال حتى الآن الصحيفة ليس هذا توجهها على الإطلاق. الصحيفة لا تنظر لسني وشيعي أو بغض النظر عن الأطياف، نحن هنا نعمل لخدمة مواطن ولتلمس احتياجات مواطن وقارئ. لا يهمنا، لسنا جهة تحاسب الشخص على معتقد أو طائفة أو مذهب أو أي شيء آخر، نحن مجرد ناقلي حدث قد يكون لنا تعليق، ولكننا نرفض كسياسة في الجريدة المتبعة من طاقم تحرير، من إدارة، من مجلس إدارة، رفضا قاطعا عملية إثارة النعرات مهما كانت الأسباب ولأي سبب كان. وأنا متأكد أنكم أنتم لاحظتم صحيفة الحياة منذ انطلاقها سعت إلى أن تكون صحيفة المنطقة، وإحنا هذا يشرفنا ونسعى له بقوة حقيقة، ليس لهدف تجاري،
يعني عشان انا برضو اريحكم، عمليه الارباح تدخل في حساب شركه اخرى وليست صحيفه الحياه. الهدف اللي كان توجهنا للمنطقه هنا هو هدف، خلينا نقول انه هدف سامي بالفعل، ايجاد صحيفه تخدم المنطقه، تخدم ابنائها، تنقل صوتهم الى المسؤولين في حال كان هناك حاجه، ولكنها لم توجد على الاطلاق لاثاره اي نوع من النعرات. هذا بالنسبه لصحيفه الحياه باختصار اللي اقدر اقوله. انا ما ادري، اشوف انه ممكن اذا نفتح المجال للاخوان اذا كان يحب في اي تعليق او اي سؤال، وممكن بعدين ننتقل الى عمليه الصحافه والتحديات. شايل اخوان، ما ادري تحبوا في اذا في اي استفسار حول الموضوع هذا، حول صحيفه الحياه، انا مستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اشكر الاستاذ سعود الرئيس على حضوره وسرعه استجابته خلال يعني دعوه سريعه، قبل الدعوه وشارك وحضر للحديث عن تجربه الجريده وان شاء الله عن الصحافه المحليه. ليس هنالك من شك في أن الجريدة استطاعت خلال هذه صحيفة الحياة خلال هذه الفترة استطاعت أن تتبوى موقعا مهما لدى يعني المواطنين بشكل عام وفي المجتمع في المنطقة الشرقية، بسبب تغطيتها الوافية والموضوعية لمختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية في المنطقة، يعني حيث وجد أكثر الناس حضوراً لمختلف هذه الأنشطة عبر الصحيفة، وكأنها هي الصحيفة المحلية الخاصة بهم. يعني استطاعت هذه الصحيفة أن تنتقل كما تفضلت من الحالة الدولية إلى الحالة المحلية من دون أن تحدث شرخاً في طريقة تعاطيها مع المواضيع ومع القضايا، يعني بتقنية وبحرفية ممتازة. وحتى الصحف المحلية التي كان من المفترض أن تغطي قضايا المنطقة لم تستطع أن تواكب هذا التحول، واستطاعت يعني صحيفة الحياة أن تأخذ موقعا متميزا في هذا المجال. أظن أن هذه التجربة جديرة بالدراسة وجديرة بالتمعن من أجل المحافظة على هذا المستوى من الأداء ومن الفاعلية ومن التفاعل مع المجتمع في مختلف المناطق. حسب ما أعرف أن هناك أكثر من طبعة للجريدة يعني في المنطقة الوسطى والغربية أتصور، ويعني ما ألحظه هو الجرأة في الطرح وبصورة موضوعية من مختلف القضايا، حتى القضايا الشائكة والحساسة استطاعت الصحيفة أن توصلها إلى القارئ وإلى المسؤول بطريقة متزنة وموضوعية وبدون يعني أي تحفظ في نفس الوقت. وهذا هو يعني الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في التواصل بين المواطن والمسؤول من خلال عرض مختلف المشاكل ومختلف القضايا بصورة يرى المواطن فيها أن مشكلته بدأت تعرض والمسؤول لا يرى حرجا أو تحسسا من ذلك. ويمكن القضية اللي أول مرة أثيرت موضوع مشكلة المدرس في أحد المناطق ماركة في النعيرية أو شيء اللي تهجم على الشيعة، لأول مرة مثل هذا الموضوع يعني يطرح ورأينا فيه تقبل، يعني ما شفنا فيه ردود فعل سلبية تجاه هذا الطرح، يعني لأنه كان طرح موضوعي ومقبول أتصور. القضايا الاجتماعية أيضا التي تطرحها الصحيفة مهمة جدا، والتغطية واسعة وفي اهتمام، بحيث يعني أنا أتذكر منذ فترة الانتخابات كانت الجريدة هي المتصدرة يعني لكل الأنشطة الانتخابية التي حدثت في المنطقة وتفاعلاتها ووجهات النظر المختلفة، وإلى الآن يعني مختلف القضايا الثقافية والاجتماعية نراها بارزة في الصحيفة وفي ارتياح كثير من قبل يعني أبناء المجتمع.
السؤال هو كيف يعني استطاعت الصحيفة أن تصل إلى هذا المستوى وإلى هذا الدور، وكيف يمكنها المحافظة على هذا على هذه الموقعية؟ يعني تخوف، هل بسبب وجود عناصر معينة في الصحيفة سواء هنا أو في المناطق الأخرى اللي خلاها يعني تقوم بهذه المهمة، بحيث لو تغير هؤلاء الأشخاص تختلف الوضعية، أم أن هنالك سياسة بالصحيفة قام هؤلاء بتنفيذها؟ وين السر يعني هالطبخة اللي يعني أبرزت هالقوة في أداء الصحيفة، وكيف يمكن المحافظة على الاستمرارية فيه؟ شكرا على السؤال. الحقيقة مثل تفضلت طبعا، أنا أعلق على نقطة أنه في عندنا ثلاث طبعات، طبعة في المنطقة الشرقية، وطبعة في الرياض، وطبعة في جدة. عادة كل طبعة منفصلة عن الأخرى تماما محليا. هناك صفحات مشتركة، الصفحات الاقتصادية، الصفحات الثقافية، البريد، التحقيقات وما شابه، لكن محليا فهي منفصلة تماما. يتم ترشيح بعض المواد إلى المناطق الأخرى مثل الرياض وجدة، وبالمثل الرياض وجدة يرحون مجموعة من الأخبار بما يعادل صفحتين، كل صفحة صفحة من الرياض وأخرى من جدة، وبالمثل من الشرقية تطلع صفحة من الشرقية وصفحة من الرياض الجدة، وعلى وهكذا. بالنسبة للعملية كيف تمكنت صحيفة الحياة من بلوغ هذه المرحلة المتقدمة خلال فترة وجيزة، حقيقة المهمة لم تكن بالسهولة المنظورة. كان هناك جهد بذله كافة العاملين حقيقة، لا يسجل الإنجاز، لا يسجل باسم شخص واحد في الصحيفة. هناك سياسة للصحيفة تم فرضها على الجميع، تم الاستفادة من، كمثال أنا في صحيفة الحياة من تقريبا 5 سنوات، جميلنا الأستاذ جميل الذيابي كان مسؤول مكتب جدة برضو مدة خمس، تم الاستعانة بمدير مكتب بيروت. لكن حقيقة أنه كل منطقة تم تكوينها بجهد شخصي يعني. فبالتالي تم استقطاب كفاءات حقيقة يعني قبل الصدور كان لدي قائمة ما لا يقل عن 60 محرر أسماء، وتم اختيار 7 فقط من 60. عملية الاختيار تمت بالنظر إلى إمكانات كل محرر ومدى قابليته للاستيعاب والتطوير ومدى رغبته في هذا. تم اختيار عناصر شابة، عناصر جيدة الحقيقة، تمكنت خلال فترة بسيطة من استيعاب طريقة العمل اللي كنا نأملها وكنا نعمل لأجلها. حاليا أنا أؤكد لك بأنه لن يؤثر ذهاب شخص أو 2 أو 3 من صحيفة الحياة على مسيرتها. هي باقية لأنه تم إعداد جيل حقيقة، جيل أنا وجهة نظري الشخصية خلال 4-5 سنوات ممكن يقود حتى الصحافة المحلية ككل. الجيل اللي تم تهيئته قادر على القراءة بشكل جيد، قراءة طبعا أنا أقصد قراءة الأحداث المحيطة، قادر على طرحها وتقديمها بأسلوب يتناسب ورغبة القارئ ومتطلباته. سعينا قدر الإمكان أنه يبعد كل محرر عن رأيه، أن يتميز بالاستقلالية وأن يتميز بالحيادية في الطرح، لا يقحم رأيه ولا يتبنى وجهة نظر سواء كانت إيجابية أو سلبية. عملية الحيادة أخوان في الصحافة عملية شائكة الحقيقة. من الصعوبة جدا أن يكون الصحفي غير محايد في قضية معينة، لا بد أن تكون له وجهة نظر في معظم القضايا ويتبناها من خلال الأشخاص اللي يستضيفهم. قد تجدون
عندما تثار قضية معينة يتم استضافة أشخاص ذو نمط واحد، وقد يكون شخص أو اثنين تم استضافتهم كرأي آخر لكن يكون عادة أضعف. فالعملية هذه عملية الصحافة المحلية حقيقة، أنا عملت الصحافة المحلية طبعا ما أطعم فيها، لكن لم يتمكنوا من إيجاد خط فاصل في هذا الموضوع تحديدا. بقي المحرر يكتب ما يتراءى له، ما يحبذه بالشكل اللي يناسبه. لا شخصية معينة مفروض عليها من قبل الصحيفة، لا شخصية أو حتى قضية معينة. قد تجد قضية معينة مطروحة في الصحيفة مرتين، في الصفحة في مقدمة الصحيفة تجدها معارضة وفي مخرج الصحيفة تجدها مؤيدة. طبعا ما نقدر نقول هذه نوع من الديمقراطية أو شيء، لأنه هذا نوع من الخلل في الصحيفة. الصحيفة يجب أن يكون في توجه واحد، لها هوية لها شخصية. هذه إحدى المعضلات التي تواجهها الصحافة المحلية. لكن عودة إلى السؤال اللي سأل أستاذ جعفر بالنسبة لصحيفة الحياة، أنا أؤكد بأنه لن تتأثر صحيفة الحياة باختفاء شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. المتواجدين الآن جميعهم لديهم القدرة على 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 إكمال المسيرة، وبشكل قد إن لم يكن أفضل مما بدأنا فيه فلن يقل بأي حال الأحوال عما هو الآن. هذا بالنسبة للمرحلة هذه. تفضل. استكمالا جزاك الله بالخير، استكمالا للسؤال الأستاذ جعفر أيضا، أنه يعني إحنا نعيش دائما يعني كمهتمين وكتاب وصحفيين هامش الحرية في الصحافة المحلية. هذا الهامش يعني يتذبذب بين سياسة صحيفة وأخرى، وبالإضافة إلى هامش حرية الكتابة، بالإضافة إلى موضوع الخبر والتحقيق والتقرير، هناك هامش الكتابة. أنا أعتقد أنه لا زال أيضا أمام جريدة الحياة موضوع الاستكتاب، استكتاب كتاب المنطقة حتى يكتمل يعني هذا العرس الصحفي الكبير تمثل جريدة الحياة، وهذا أيضا الهامش من الانتشار. يعني نلاحظ قلة يعني من كتاب المنطقة يدعو إلى الكتابة في جريدة الحياة كصفحة رأي مستقلة عن بقية المناطق، وهذا يعطي يبدو لي هامش. يعني ما يخف عليكم جريدة الحياة صار فيها استكتاب لكثير من كتاب المنطقة، إن كثير من آرائهم وكثير من كتاباتهم طعنة بشأن أو بآخر من شؤون هذه المنطقة تحديدا من وطننا الكبير. فلماذا تتأخر جريدة الحياة من حالة الاستكتاب وإعطاء هامش أيضا من هذا الهامش الجميل من الحرية إلى صالح الخبر والتحقيق والتقرير؟ شكرا سؤال. حقيقة عند انطلاق فكرة الطبعة المحلية كان هناك خيارين: أن نبدأ بكافة ألوان الفنون الصحفية في الصحيفة، وكان هناك إجماع على ضرورة طرح القضايا بشكل منطقي وجريء، خلنا نقول يعني خلنا نطلق المصطلح هذا. فلدينا القضايا والتحقيقات التي يعني يمكن صحيفة الحياة زي ما تعرفون تميز بالفيتشر، القصص الإخبارية هذه، فهذا اللي كان تركيزنا عليه في البداية. عملية الاستكتاب هذه تفتح لنا خيار آخر في المواجهة. ما أخفيكم فكرة دخول صحيفة جديدة إلى السوق المحلي بثوب جديد لم تواجه بارتياح كبير من الصحف الأخرى. كان هناك ضغوط كبيرة، سعت بعض الصحف لعرقلة، ولا زالت الحقيقة لعرقلت هذه الفكرة من خلال ضغوط ما ينشر في الحياة، استخدمت كضغوط عليها الحقيقة. هيئة التحرير ارتأت أنه يتم تأجيل عملية الاستكتاب في الفترة هذه لحين يعني يتم السيطرة بشكل كامل على ما ينشر من تحقيقات وقضايا.
سبق أن كان في صفحة للكتاب طرحت وأثيرت علينا قضية كبيرة كانت في الحقيقة، واضطرينا نتراجع عنها بسبب ما مورس علينا من الضغوط. من طبعا ما فيكم يعني أنتم عارفين في وزارة، في مراقبين، في صحيفة الحياة لا زالت برغم كل ما ينشر هي الصحيفة الوحيدة في السعودية اللي تم مراقبة مادتها قبل الطبع حتى يومنا هذا. لكن رغم هذا تمكننا من عملية اختراق الحاجز الوهمي اللي كانت الصحف المحلية وضعت بالعملية سقف الحرية. الحقيقة اتضح يعني كانت تجربة الحياة أعطت فرصة للصحف المحلية يفترض أنها كانت تستغلها، إنه سقف الحرية أرفع مما هم يعتقدون، يعني أعلى مما هم يعتقدون، لكن لحسابات معينة قد يدخل فيها عملية الإبقاء على المناصب والإبقاء على العلاقات الشخصية يتم خفض هذا السقف. طبعاً إحنا لا نقصد هنا في عملية الحرية اللي هي أن نقذف أشخاص أو أن نتناول أعراضهم، أو طبعاً هذا مرفوض طبعاً، يعني في النهاية هي صحافة محافظة بشكل عام وليست تابعة، لكن المقصود هنا طرح القضايا. يعني مثل ما تفضل الأستاذ جعفر قبل قليل أشار إلى خبر طرح عن المدرس اللي في النعيرية اللي تحدث عن الطائفة الشيعية وصار. الحقيقة ليس هناك ما يمنع، لكن كصحافة محلية قد يهيئ لرئيس التحرير أو قد رئيس التحرير يعني كل بساطة يقول أبعد عن الشر والنيرة، يعني ليش أطرح المادة وأنا أفتح نفسي مشكلة، علما أنه هي مش من حق رئيس التحرير أنه هو يمنع. يعني هذه أنا أنظر، نحن ننظر لها بشكل عام في الحياة هي من حقوق مواطن، وبالتالي الحرية لا نعتقد أن هناك خلاف حول السقف المسموح فيه في الصحف، لكن الخلاف يعتمد على درجات اللي ممكن رؤساء التحرير يوصلونها أو يتعدونها أو يتراجعون عنها. وهذا كان سبب رئيسي في عملية الكتاب. الحقيقة هي ليست مغيبة لكنها مؤجلة فقط لحين أن تهدأ الأمور بشكل أكبر. عفوا، السلام عليكم. أولا اسمح لي طبعا أشكرك على إتاحتنا الفرصة لنا على أساس نتعرف أكثر على تجربة جريدة الحياة. عندي تعليقين، جانب سلبي وجانب إيجابي، وأرجو أن يتسع صدرك للجانب السلبي. زي ما يقولوا الجانب، نبدأ بالجانب الإيجابي علشان تكون مستعد للجانب السلبي. عطنا السلبي يا فهد. لا، good news first. أول شيء طبعاً تجربة التحول طبعاً تجربة يعني يجدر الإشارة، يعني جدير بالإشارة إليها. وأيضاً أنا لاحظت ويمكن الكثير لاحظوا التجربة الجديدة في الحملة التسويقية اللي سوتها الجريدة، انتشار ما شاء الله في خلال أشهر أو يعني مدة قصيرة جدا. يعني جريدة الحياة أنا كنت لا أكاد أراها في مكان، ولكن الآن في تقريبا يعني أنا أشتغل في بنك يمكن في 5 من اللي حوالي يشتغلوا، ثلاثة يعني 5 مشتركين في جريدة الحياة. النقطة الثانية في قضية التسويق أيضا هي هو استخدام الشباب في الإشارات، وهذه حركة جديدة. يعني أنا أتمنى أنها تعمم حتى على الجرائد الأخرى. يعني حتى أحد الكتاب المحليين كنت أعرف الأستاذ نجيب الزامل كان مرة في عنده إشارة مرور وصارت له قصة زي كذا وكتب عنها في جريدة اليوم، وكان يعني كان يطري الحياة ولكن بدون أن يذكر اسم الجريدة. الملاحظتين الأخرين أو يعني قد تكون سلبية أو قد تكون، ولكن نحن نقول أيضا وجهة نظر الآخرين يعني اللي حولنا أيضا. الملاحظة الأولى هي ما أبغى أقول الابتذال، ولكن الجرأة الكبيرة جدا في نشر كثير من الصور خصوصا في الصفحة الأخيرة على جريدة محلية. ألا ترون أن في جرأة كبيرة وفي بعض الصور يعني تنشر ما كان يعني ما لها داعي زي ما يقولوا بعض الزملاء يعني اللي عندنا. والشيء للملاحظة الثانية،
هو التحول السريع من الحالة الدولية إلى الحالة المحلية، يعني في وجهة نظر بعض الأطراف أنها خلقت نوع من الانفصام في الشخصية في الحياة. يعني الحياة كان لها كاريزما معينة، ستايل معين، فجأة تحولت من 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 هذه الشخصية إلى شخصية محلية، وبس يعني يؤخذ عليها أحيانا أنها ضيعت المشية الأصلية ولم تجد المشية الجديدة. يعني هذه كانت الملاحظتين اللي كنت أبغى أقولهم، وشكرا جزيلا، أرجو أن يتسع صدرك للملاحظات. لا بد، يعطيك العافية. نبدأ بالجانب السلبي. طيب نتحدث عن عملية، تقصد طبعا صور النساء اللي في الصفحة الأخيرة صحيح؟ يعني هذه الصورة موجودة من منذ تأسيس الجريدة في ستايل الجريدة، هذا يعني لا علاقة محليا، ما لنا علاقة فيه. الجريدة زي ما تعرفون هي الآن تضم طبعتين، طبعة دولية وطبعة محلية. في اعتراضات أكبر من هذه الحقيقة جد على وجود أوقات الصلاة في صفحة منوعات، يعني أحيانا تكون صور بنات فوق وتجي أوقات الصلاة تحت. هذه الآن يعني سيتم نقلها قريبا إن شاء الله، لكن في النهاية هذه هذا الستايل الصحيفة كان منذ تأسيسها، يعني مش وليد اليوم أو بعد تطوير معين. هذا بالنسبة للصورة. بالنسبة لل، كان السؤال الثاني عفوا إيش؟ إيه نعم. طبعا خلنا نتكلم صراحة. قبل أنا صحيفتي يقرأها حول 3000 شخص. اليوم أنا عندي في الشرقية، هنا الشرقية فقط، يقرأها لا يقل عن 40,000 شخص كصحيفة. إذا 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 بقول إنه الصحيفة توصل للبيت وكل بيت فيه 3، فأنا عندي 120,000 شخص جالسين يقرؤون الجريدة مقابل 3,000 في السابق. فكرة المواءمة بين الطبعة الدولية والمحلية الحقيقة كانت تستهدف الشريحة هذه. 3,000 لازلنا محافظين عليهم. الطبعة الدولية لازلت كما هي متواجدة، ما لم تتأثر بس بل طورت بشكل أفضل. كانت الحياة في فترة سابقة تعتمد على المطولات في بعض مواضيعها، تم تلافيها في الوقت الحاضر. الصفحات المحلية من أراد أن يقرأها متواجدة، الصفحات الدولية من أيضا متواجدة. فأنا لا أعتقد، يعني قد لا أتفق مع كثيرة بأنها ضيعت مشيتها الحقيقة، لكن أوجدت شريحة أكبر. قد خلنا تكون أدق، قد تجد الطبقة المثقفة أنه فقدت صحيفة موجهة لها شخصيا وتحولت إلى القارئ. فهذا هذا احنا ممكن نقول نوع من الأنانية، بس أنه هو مش صحيح. الآن الصحيفة يعني موجهة لكافة الأطياف، خلينا نقول المثقفين، العاميين، حتى الأطفال نحاول نوجد لهم صفحة، النساء. فبالعكس قد تكون بشكل يعني تأثيرها أقوى من السابق على الأقل محليا. هنا في النهاية أنت يعني نحن أمام تحديات القارئ ومتطلباته. القارئ لم يجد له صحيفة تلبي متطلباته في السابق. كانت الحياة موجودة في السابق لكن كانت تتناول القضايا السعودية بشيئا من البخل، يعني كانت قد تجد الصحيفة كلها 2 أو 3 فقط عن المملكة. كنا ننادي، يعني احنا قبل المواطنين كنا ننادي بأن تكون هناك حياة محلية. لم يكن الفكرة هذه للأمانة، يعني كان بس سقف، رفع سقف الأخبار المحلية في الصحيفة، لكن أتيحت لنا الفرصة هذه ونحن يعني ممسكون بها الآخر. أرجو أن يكون وضحت الفكرة. مرحبا أستاذ سعود. يا رب الله، الله يحييك. الله يسلمك طول العمر. في البداية طبعا جريدة الحياة هي جريدة العرب، مو الشرق الأوسط، جريدة العرب كما يبدو لهذه الشهادة. وإحنا كنا نتابع من قبل
15 سنة 20 سنة جريدة الحياة باعتبارها هي الجريدة الأولى. يوم لما نحصل الحياة نشعر ما كان كأننا ما قرأنا جريدة. أما بالنسبة إلى موضوع رئيس المكتب أو مدير المكتب في الجريدة الحياة، أنا استحضرني الآن الأخ داود الشريان كان يكتب في جريدة اليوم هنا ويلامس حاجات المجتمع، وكان إلى هنا يعني اشتهر الرجل حقيقة. كانت الجريدة تصور بالفوتوكوبي وتوزع على الناس، لأنه كان يتحدث عن قضايا بعض المنعم الكتابة. ولما صار مدير المكتب في الرياض كان يكتب بعض المواضيع هي من ما وراء الأقليم، يعني يكتب عن إيران بعض المواضيع هو وشأن يعني، بس كانت بعض المواضيع يفهم منها أنها فيها شيء من التحامل. فالناس هنا يمكن عندهم هوى مع إيران تمام، فلما يشوفون كذا موضوع عن إيران مو لطيف يشعروا كأنه هذا الرجل. فإحنا رحنا زيارة إلى مكتبه، قلنا له يا أخ داود وش عندك أنت مع إيران؟ قال أنا عندي موقف. قلنا له سياسة الجريدة ولا؟ قال لا أنا عندي موقف، هذا الإيران أنا عندي موقف معهم. قلنا لا لا سياستك يعني، أنت مو سياسة الجريدة. بس بالطبع يعني لما يكون إنسان هو المسؤول عن المكتب ويكون هو إلى مشاركات يعكس يعني صورة الجريدة نفسها. النقطة الثانية فيما يرتبط بتغطية المناسبات، ربما يكون في مناسبات في المنطقة هنا تتناغم أو تتناسب مع سياسة الجريدة، بس الغريب في الأمر أنه في قضايا يعني مناسبات جماهيرية على مستوى ضمن اهتمامات الجمهور بس ما تمر عليها الجريدة مرور الكرام حتى. يعني فرض مثلا مناسبات موسمية مثل مناسبة عاشوراء مثلا، أنا ما أتكلم عن أنه يجي يقعد ويكتب موضوع من منبر ما، وإنما إذا في موضوع يتناسب مع الجريدة ليش ما يعني يذكر هذا الموضوع تمام. أو مثلا المناسبات الجماهيرية في الزواج الجماعي، المهرجانات الواسعة الآن في الموسم كانت الجريدة تغطي، جريدة اليوم الآن بطلت بعد تغطي عن الموضوع. أما في ما صور الأخ اللي كان يتكلم عن الصورة، أنا هنقول الصورة هذه خليها حق غيرك يعترض عليها، لأني صورة هي نهاية الجريدة. فالواحد لما يجي يقرأ الجريدة هو تعبان آخر شيء يجي حق الصورة شوي رخي أعصابه يعني. المشكلة احنا طال عمرك يبدون من الخلف دائما. شكرا يعطيك العافية، شكرا على السؤال. حقا طبعا بالنسبة لل الفترة اللي كان فيها الأستاذ، طبعا أستاذ داود أستاذنا كلنا، أنا من الأشخاص اللي استفدت منه كثير الحقيقة. بس الفترة اللي حنا نعيشها الآن تختلف عن المرحلة اللي كان فيها الأستاذ داود حقيقة، لأن الآن لم يعد متاحا لسعود الرئيس أنه يكتب أو يتبنى قضية ضد دولة معينة أو ضد فئة معينة أو ظاهرة معينة لمجرد انه هو مش معجبينه. الان اصبح هناك في تحفظ اكثر بتناول المواضيع هذه حقيقه. بالنسبه للدول الان احنا يعني نسعى للمحافظه على صحيفه الحياه العرب الدوليه العربيه الدوليه كما هي، يعني لا نريد ان نفقد اي دوله حقيقه او اي تيار. ليس مش يعني ارجع اكرر واشدد على النقطه هذه انه ليس الهدف تجاري. يعني ثقوا يا اخوان انه يعني الامير خالد بن سلطان طبعا كثير في للاسف من الاشياء السلبيات انه يملك الصحيفه رجل الامير انه ينظر للصحيفه اي شيء تنشره كانه بتوجيه من الامير، علما انه هو ما له علاقه بالمواضيع هذه كلها. هو الرجل اقصى شيء قاله قال الصحيفه اللي بيدخل لكم منها لكم انا ما ابي. وعليكم السلام. مساكم الله خير. فهذا اقصى شيء تحدث فيه عن الصحيفه، واقر طبعا فكره المشروع لكن الصحيفه لها مجلس اداره. فالان مجلس الإدارة قد يتدخل في عملية تبني سياسات معينة ضد دول معينة أو ضد قضايا معينة، طبعا في الحالات يعني تدخل أشياء شخصية.
فأصبحت الآن غير واردة النقاط هذه. الفترة هذه صحيفة الحياة يقودها مجموعة من الشبان، يعني قد يكون هذا أعطى روح إضافية للصحيفة مقارنة بالصحف المحلية. الصحف المحلية احنا عارفين انه رئاسة تحريرها رؤساء تحرير استفدنا منهم في مرحلة، لكن انا انظر انه القطار فاتهم يعني، ويعني خلاص الوقت مو بوقتهم الان يعني. فصحيفة الحياة الان يقودها مجموعة من الشبان، وهذا التوجه اللي حيصير يعني. صحيفة الشرق الاوسط يمكن شفنا فيها الاستاذ طارق الحميد الان رئيس تحريرها، شاب برضه سعودي، هذا شيء يدعونا للفخر حقيقة انه السعوديين بدأوا يتبووا المواقع اللي هم كانوا يستحقونها وكانوا مبعدين عنها وليسوا بعيدين عنها الحقيقة. هذه بالنسبة لعملية تبني وجهات النظر. اما بالنسبة لعملية المناسبات اللي تصير، طبعا انا اقولها الان وانتم حاضرين، منير النمر يمكن يذكر، منير موجود معنا، انا قلت له انت الان في صحيفه الحياه امامك اول لقاء قعدت انا وياك، قلت له امامك واجب وطني الان قبل لا يكون مهنه. قال وش؟ قلت له انت بتخدم المنطقه اللي انت عايش فيها. يمكن يذكر الكلام هذا منير. طبعا ما كان القصد انه نتكلم عن بعد طائفي، لكن انا كنت اتكلم عن قضايا انسانيه في المنطقه اللي هو يعيش فيها. وبالتالي منير على فكره من انشط الزملاء اللي معانا هنا، قليل المناسبات تفوتها يعني، في مناسبات حتى ممكن تمر علي انا شخصيا هو ما تمر عليه ما شاء الله. فهو مجتهد الحقيقه، والزملاء اللي موجودين في زميلنا محمد المرزوق برضه هنا في المنطقه برضو من الأشخاص المتميزين. إحنا نسعى قدر الإمكان إلى 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 تغطية كافة المناسبات حقيقة. موضوع الزواج الجماعي أمس أو قبل أمس كان عندنا صفحة كاملة نشرناها عن الموضوع هذا، موضوع الزواج الجماعي، وبدأت هي الأسبوع اللي راح يبدولي في الأحساء كانت، ونزلنا صفحة كاملة عنها. بجانب هذا في صفحة يعني في تغطية، أنا أقصد إنه في تعاطي مع الـ 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 المناسبات، القضايا اللي تصير في المناطق. يعني ما للأمانة احنا ما نبعد عن قضية انه مناسبات دينية، مناسبات دينية لألا ندخل احنا او ندخل الاطراف اللي بتعاونين معنا في حرج، او نفتح اشياء مثلا ابواب قد تكون يتم تفسيرها بشكل خاطئ. فاحنا نحاول قدر الامكان نتلافى يعني. الأمانة انتم جيت الحياة اعرفها طول عمر يعني، يكتب فيها المسيحي، يكتب فيها الشيعي، يكتب فيها السني، وجريدة محسوبة فوق هذا كله انها علمانية. احنا نقر بشيء هذا، فاحنا نسعى قدر الامكان انه ما ندخل قضايا تفصيلية كثير لئلا تفسر بشكل خاطئ، او نثير قضايا قد تكون الاطراف كلها في غنى عنها يعني. يبدو لي هذه يعني أرجو أن يكون وفق بس نأخذ الإجابة. حقا أنا أشكر الحياة والقائمين عليها الله ومن قرائها منذ زمن بعيد، هذا شيء شرفنا. في الواقع أنا أختلف مع الأخ اللي قال حول أن الصحيفة تغيرت، بالعكس صارت الآن أفضل من كثير من السابق، خاصة لما صار القطيف لما مرت فترة طويلة من الزمن كانت نسيا منسية وكان تابو أن تكتب كلمة القطيف. الآن من أول محرم، طبعاً في بدايته في أول محرم، أصبحت القطيف يعني بشكل كبير معروفة، لكن للأسف بعض المواضيع فيها عنها التفحيط والقضايا الجرائم والطلاق يعني بعضها يبين وكأن القطيف فيها يعني كان أمريكا في الواقع، كان زي المدينة الأمريكية اللي طعن في العوامية، واللي يعني في قضايا أصبحت كأنها القطيف أمريكا في الواقع. أتمنى لو بعض هذه الأمور شوية تتغير يعني. بس أنا أيضا معجب بالجريدة من ناحية الطرح، قارنت بين اليوم والحياة في تغطية اللي هو الوساطة اللي قام بها سماحة الشيخ حسن صفار. لما قريت اليوم ما أعرف شنو القضية،
ايش دخل شيخ حسن الصفار في آل مرة والمري؟ لأن ما كنت سامع بهاللقب في القطيف الواقع، فما تبين شلون الشيخ حسن الصفار يجي يدخل بين الناس سنة. لما قريت الحياة شفت التفاصيل شيء تختلف بالكامل، فليش الحياة موجود في اليوم أو محاولة للتغطية على أشياء كثيرة، بينما الحياة عندها فرصة كبيرة جدا لهذا الطرح الجميل في الواقع. عندي شيء آخر أيضا أحب أقول، ليش ما العنصر النسائي يكتب زي نوال يوسف؟ نعم. شكرا. طبعا احنا يسعدنا كثير، انا يسعدني شخصيا اسمع الكلام هذا، لان الحقيقه يترجم جهود الزملاء كلهم في المكتب، الحقيقه الجهد اللي يشكرون عليه كلهم. واحنا بجانب هذا نشكر لكم تشجيعكم لنا الحقيقه، وهذا شيء يدفعنا عليكم السلام لتقديم المزيد المزيد ان شاء الله. بالنسبة لعملية التفحيط والقضايا، يعني المشكلة هنا انه احنا امام خيارين، اما انك تنشر او لا تنشر، ما فيها حل وسط. يعني صعب انك تخفف اذا كان في قضية قتل، صعب انك تخف بالوسط يعني، فاما انك تقول تمت او لم تتم. في خلل امني موجود في المنطقة، موجود الآن الحقيقة. نسبة الجريمة خلنا نقول ما ارتفعت كثير عن 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 السنوات السابقة، لكن عملية نشرها توحي بأنها ارتفعت. الجان كانت موجودة في السابق كمجتمع لابد يكون فيه جريمة، لابد يكون فيه تفحيط، لابد يكون فيه، مش شيء غريب يعني. لكن عملية نشرها هذه كانت الحقيقة في السابق محجوبة عن القارئ. القارئ ما يدري، تقع جرائم قتل في البيت اللي جنبه وما يدري عنها. الآن أصبح في سوق، في قراء كثير يطلبون النوع هذا والنمط هذا من الأخبار الحقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه إحنا إذا ما طرحنا القضايا هذه لن يتم علاجها، يعني ستبقى قائمة. إحنا إذا نقعد مثلاً نقول إنه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، مجتمعنا ما يعني كثير من هذا مش صحيح. القضايا قد تقع أخطاء من قبلي، قد تقع من قبل أي شخص موجودة في كل شارع مجتمع، في أمية، في جهل، في 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 مثقفين. يعني شيء طبيعي أن يكون في جريمة ويكون في مخالفات. فأنا أنا أنا شخصياً أنا أرى إنه ضرورة نشر الأخبار هذه كجانب توعوي وليس تشويه. يعني تشويه، أنا لو بنشر مثلاً التشويه الحقيقة الآن في منتديات الإنترنت اللي يتم التزويد فيها والتهويل بشكل بعيد خالي يخلو من أي مصدر، بينما في الصحف هناك مصادر تتحدث، هناك تعليق رسمي، هناك يعني أنا يبدو لي هذه يفترض أنها تكون حافز لمواجهتها. القطيف نعم في حقيقة عندكم مثلا قضايا المفحطين نشرنا عنها كذا مرة، في جرائم تصير بين مراهقين. يعني برضه احنا لازم يجب ان ننظر انه احنا مجتمع تقريبا حول 50% من اعمارهم تقل عن 15 سنة، وبالتالي مراهقين ممكن يصدر منهم اي فعل خاطئ. يجب ان نقر بالشيء هذا اولا اساس نقدر نعالج. لكن اذا استمرينا بحجب المعلومات هذه واظهار انفسنا، يعني الان اخبارنا، انا متاكد انك تسمع اخبار السعوديه مثلا في السي ان ان ولا تسمعها في البي بي سي قبل لا تسمعها في المحطات العربيه. هذا شيء مؤلم لنا كاعلام الحقيقه، ومؤلم لكم كمتابعين. ليش؟ لانه انت ما تتمنى تقول، يعني الصحف اللي عندي هنا اقل شيء تبي تقول وينهم، يعني ما يدرون. التلفزيون اللي عندي هنا تلفزيون سعودي ما معقوله ما يدري. فانا يبدو لي انه هذه مفيده، طرح القضايا هذه مفيده لمعالجتها من قبل مثلا اعيان من الاحياء نفسها، من كبار السن في الاحياء، من المساجد، من الاشخاص الفاعلين في المجتمع، الجمعيات، المنظمات.
خيريه تشتغل الاشياء زي هذه المفروض يكون لها دور اكثر من انه تعال يجي واحد يسجل اسمه وياخذ اخر شهر 200 ريال يمشي. يعني انا يبدو لي يجب ان تفعل ادوار الجمعيات هذه والاحياء بشكل كبير. الان في فرصه الان مع تنظيمات الاحياء الجديده هذه انه تفعل، وهذا الحقيقه هذا حيكون دور كبير لهم، يعني انه يتدخلوا في التفاصيل هذه، عمليه المفحطين، عمليه الجرائم. يعني في القطيف مثلا قبل فتره صار عندكم القضيه شباب، مجموعه شباب اللي صار فيها طعن او اطلاق رصاص صار وكذا. يعني هذول شباب مراهقين، يعني انت اذا تتغاضى عنهم وخليهم، فبعد فتره انت جالسين ربي احنا شباب مجرمين يعني للامانه، اذا ما احتوينا المجموعه هذه. انا هذه انا اشوفها انه من الضروري نشرها، ومش بس في القطيف على فكره، في كل المناطق. يعني ننشر في الدمام، ننشر في الخبر، ننشر في الثقبه. نشرنا عن الدمام مثلا حي الباطنيه، يمكن قرات عنه، نشرنا عنه القضايا اللي فيه والمشاكل قبل البداهمه اللي صارت، وعندنا احياء ثانيه ان شاء الله بالطريق. الشكر الجزيل للأخ المحاضر. تعقيبا على كلامك وسؤال الأخ، أنا واقعا أؤيد ما ذكرته 100% من ناحية ذكر المشاكل الموجودة وإخفائها. طبعا لا يؤدي إلى الحل بقدر ما يؤدي كشفها إلى الحل. ومثال بسيط على هالشيء هو لو شعرنا جميعا بأن مثلا الشواطئ الساحلية أو المنتزهات أو حتى المجمعات آمنة لأطفالها وتركناهم، ما ندري على أن في خط مثلاً، وفي الجرائد ما بنذكر مثل هالأمور هذه بكل بساطة. يعني لو واحد ودي عائلته ويتركها، وارد أن يتعرض إلى مشكلة مثل كذا، لكن الجرائد تكشف عن الأمور هذه ويجبرنا على أخذ الحذر والثقة من القضايا هذه. سؤالي هو، أرجو أن يكون سؤالي هذا هو آخر سؤال قبل الموضوع اللي بتتحدث عنه. سؤالي هو، بعض الجرائد ما أدري إذا صح التعبير ولا لا، قد تغش القارئ بطريقة لا نستطيع أن نأخذ على الجريدة. مثال، في إحدى الجرائد قبل تقريبا 3 أسابيع، العنوان الرئيسي اللي إليها الصفحة الأولى هو جملة كده: بعد تفخيخ الكلاب في العراق بالتفجيرات، ذكر هو العنوان أيضا طرق ثانية للتفجيرات من الجماعات الإرهابية اللي في العراق. تخيل الصورة الرئيسية اللي حاطنها مع العنوان هذا هو مكتب في طاولتين جالسين عليه مشايخ شيعة، واحد يكلم بالتليفون والثاني يستخدم الكمبيوتر. فهذا هو اللي أنا أسميه الغش في فهم القارئ والربط بين الصورة والعنوان. سؤالي أنا إلى في جريدتكم، هل في مراقبة في مثل هالمجال هذا لتفادي استغلال القراءة السريعة العنوان أو الربط ما بين الصورة والعنوان بطريقة قد تخدم توجه القارئ، عفواً قد تخدم توجه الكاتب، وإذا صح التعبير تغش القارئ بطريقة ما يقدر يأخذ مأخذ على الصحيفة. فالصحيفة ما ذكرت خطأً أو عمداً على أنه من يقوم بالتفخيخ هم هؤلاء وهؤلاء، ولكن توضع الخبر بطريقة مناسبة. طبعا خل نتفق على شيء قبل لا اخذ الموضوع هذا، انه حقيقه ما في صحيفه تسعى لخداع القارئ. يعني يجب ان نتفق على هذا، اتفق انه كل صحيفه تعمل لكسب القارئ في المقام الاول. هذا انا يعني ما اشكك فيه ابدا. لكن الخطأ طبعا نسبة الخطأ قد ترتفع أو تختلف من صحيفة الأخرى. الصحافة المحلية للأمانة تفتقد إلى الحرفية، عملية اجتهادية. أنا أتكلم طبعا بدون تحفظ، فيها اجتهاد كثير،
تخضع لأمزجة أشخاص معينين، قد يكون يعني إذا مزاجي ضايق اليوم ممكن يمشي المادة، بكرة جيبه نفس المادة، إذا زعلان يقول لك لا ما تصلح. هذه معمول فيها في الصحافة المحلية. أحيانا يصير في يعني عملية فنية، أحيانا يصير في مأزق مثلا أنه عنده خبر بحاجة لصورة لدعم هذا الخبر، قد يبحث عن صورة معينة بس تمثل، قد لا ترتبط مباشرة بالمادة كل تفاصيلها، لكن هو يسعى لربطها بشكل أو بآخر فقط لإملاء فراغ وليس ل يعني مش حاسس الصورة حقيقة. عندنا طبعا ما نزه المجموعة اللي عندنا، قد نقع في الخطأ هذا أحيانا، لكن إحنا من الناحية هذه حريصين يعني من الأشياء اللي نجحت فيها الحياة الفترة الأخيرة اللي هي توظيف الصورة الحقيقة. الآن يعني أصبحنا نجد إنه يرفع يعني سماعة شخص يتكلم فقط عن الصورة، ما يتكلم عن المادة. يعني في صور استطعنا نوظف الصورة الحقيقة لخدمة المادة الموجودة ولإضافة شيء جديد للقارئ. قبل كان مفقود عند القارئ إنه يمسك يشوف صورة تعجبه، يعني إلا ما ندر إنه يطلع صورة حلوة. الآن لا، قد تشوف صور جميلة، صور عبارة عن لوحات فنية. يعني أنا ما بيحسد نفسي، بس عندنا واحد المصورين من أفضل المصورين الموجودين يعني مشهود له، وقدم صور كانت لوحات فنية ما كانت صور حقيقية. الصحافة المحلية قد لا تعتمد على الصورة بشكل كبير لإبراز خبر بقدر ما تعتمد عليها لملء فراغ، لكن ما يمنع أنه الخطأ قد يصير عندنا، لكن ثق أنه لن يكون يعني إساءة لمواطن أو الصحافة. قدر يعني مهما تحدثنا يجب أن نتفق أن هم يبون يكسبون قارئ، يعني عنده يكسب قارئ كل يوم ولا يخسر قارئ، فما يخسر عشان صورة أو عشان خبر معين. قد يصير في تجاوز من قبل شخص معين نتيجة سوء تقدير أو نتيجة عدم إدراك يعني، لكن ثق أنه ما حتكون مقصودة. شكرا لك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا أشكر جريدة الحياة على مجهودها، وأعتقد بعد الحملة الترويجية التي قامت بها الجريدة خلال الفترة الماضية كسبت مجموعة من القراء. هذا كان أن يوظف في عدة أمور. الأمر الأول يعني الحملة الترويجية بدأت قبل الامتحانات وقبل الإجازة الصيفية. كان بودي أنه الجريدة تستفيد من الحملة الترويجية وكسب القراء لها في وضع ومناقشة البرامج الصيفية التي يمكن أن يحصل عليها الطلبة والطالبات. يعني إحنا لا نشك أنه أكثر من 50% من مواطنينا هم من فئة الشباب أو أكثر من ذلك بنسبة، والطلبة لدينا أكثر من 4 مليون طالب. فكان بودي أنه كانت الجريدة توظف شيء من صفحاتها لمناقشة هموم الإجازة الصيفية وملء فراغ لدى الطلبة والطالبات في وضع بعض الحلول ومناقشة بعض المواضيع التي تعنى بهذا الشأن، وتضع الحلول المناسبة للاستفادة من الوقت في هذه الإجازة الطويلة 3 أشهر. وأعتقد يعني اكتسبت أيضا الحياة فئة لا بأس بها من القراء الشباب من خلال الحملة الترويجية. فكان لا يعني أن تستفيد من هذه الحملة
ويستفيد المواطن والوطن أيضا من بعض البرامج والمقترحات التي تعين المواطنين على إنجاز هذه الإجازة الصيفية إنجاز مفيد ويستفيد منه الوطن والمواطن. هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة إلى الموضوع الذي طرحه الأخ الفاضل بالنسبة إلى القطيف، أنا مع الأستاذ أنه لا بد من طرح هذه الأشياء، ليس بالطريقة المشوهة إلى البلد أو الوطن، وإنما لا بد من الضروري طرح مثل هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بينة مما يجري في وطنه وفي مجتمعه. ونحن كعلمادين يفيدنا كثير طرح مثل هذه القضايا، القضايا التي تخفى على الإنسان، يمكن أن يقرأها في جريدة أو يقرأها في مجلة ليضع الحلول المناسبة لها، ليس من أجل أنه يثير قضية معينة. إذا كان هذا هو الهدف، أن يسيء إلى بلد أو يسيء إلى مدينة أو إلى محافظة، فهذا مرفوض. أما إذا كان هذا من أجل مناقشة الموضوع وطرح العلاج المناسب والمفيد، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يمكن أن توقف كل الأقلام أو توقف كل الأقلام من أجل هذه القضايا. لأننا نعيش في مجتمع في كل يوم تكون فيه قضايا ومشاكل، وتكون فيه كثير من الأمور، فإذا لم نضع النقاط على الحروف لمناقشة مثل هذه القضايا، فمن يناقشها؟ يناقشها الأجنبي؟ يعني لا بد أن نسمعها في قضيتنا في الوطن في CNN أو في BBC أو في غيرها من الإذاعات ومن المحطات. نحن أبناء الوطن أولى بمناقشتها وأولى بوضع الحلول لها. يهمنا جدا أن نرى في جرائدنا وفي مجلاتنا المحلية مثل هذه القضايا حتى نعالجها علاجا صحيحا وسليما. الأمر الثالث الذي يمكن أن أناقشه مع الأستاذ، يعني كان أيضا من الأمور التي تتطرق إليها الجريدة بثوبها الجديد معالجة قضايا وهموم المواطن. يعني عندنا قضايا كثيرة في الوطن وهموم مواطن كثيرة جدا، مثل طرح القضايا التي يعيشها المواطن كحياة الأقل، غلاء المعيشة، كانخفاض الرواتب، كعدم التوظيف وغيرها من الأمور. كان يمكن أيضا لجريدة الحياة الغراء أن تضع مثل هذه الأمور في بعدها وفي مستقبل خطتها إن شاء الله. الأمر الرابع وهو، هل هناك سؤال للأستاذ، هل هناك مواصفات معينة لكتاب الجريدة؟ يعني هل هناك مواصفات معينة ومقاييس معينة لكتاب الجريدة، أو يمكن أنه الإنسان يساهم بشكل أو بآخر في إغناء الجريدة برأي بيئة أو بحل مشكلة؟ أشكر الجميع للإصغاء، والسلام عليكم. طبعا بالنسبه لموضوع الكتاب، احنا تحدثنا عنه قبل شوي، وعشان ان الموضوع مؤجل في الوقت الحاضر، طبعا ما في مواصفات الا ان يكون الكاتب كاتبه. في عندنا صفحات في الوقت الحاضر، اللي صفحات بريد القراء، اذا في مثلا، طبعا صفحه ليست للهواة بمعنى هواة، هناك كتاب يكتبوا فيها من داخلهم. لدينا أيضا بريد دولي، أيضا هناك نخبة من الكتاب يكتبوا فيها. الكتابة فقط خلال المرحلة هذه مؤجلة إلى حد ما، لكن إذا كان هناك تعليق حول قضية معينة فنحن نرحب في أي وقت حقيقة. يعني طالما أنه تم طرحه بشكل يتناسب مع توجهنا،
ليس لدينا تحفظ، نحن نرحب دائما. بالنسبة للقضايا اللي جريت الحياة ممكن تتبناها، هناك قضايا أشبع الطرح الحقيقة، عملية غلاء المعيشة، قلة ضعف الرواتب، القضايا هذه من القضايا المطروحة باستمرار، يعني القضايا التي لا تموت احنا ممكن نطلق عليها، طرحها مستمر. لكن القضايا هذه أفرزت قضايا أصغر منها، حلها قد يكون أسهل من الحل للقضايا الكبيرة. فبالتالي هذا اللي ركزنا عليه احنا الفترة اللي راحت الحقيقة، انه بحثنا عن حالات فردية، قد يكون شخص بحاجة لعلاج، شخص بحاجة سكن، هذا أحد إفرازات الوضع العام حقيقة. الوضع العام إصلاحه يتطلب قرار، والقرار لن يفرض إعلان الفقه، يعني لن يأتي ما لم يتم الاقتناع واتخاذ كافة التدابير لإصداره. لكن اللي ما نستطيع القيام به الآن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من إذا ما كان هناك شخص بحاجة لعلاج الأشياء الملحة. أنا أتصور إنه هذه قد تكون في الوقت الحاضر مطلوبة أكثر، لأنه للأمانة طرح الوضع بشكل عام إجمالاً طرح كثير على فترات متباعدة متقاربة ولم يفلح. نعم، نحن قد نكون لجأنا للطرق الأسهل حقيقة، يعني طرح القضايا الفردية هو في النهاية سيشكل ضغط لإصلاح الوضع بشكل عام. عندما تتكرر القضايا، شخص مثلا عندما نتحدث عن شخص لا يملك قيمة فاتورة علاج، فهذا بحد ذاته وسيلة لإصلاح الوضع بشكل عام. فإذا طرحنا مثل هذه القضايا لن نحتاج للقول أن هناك حاجة لإصلاح الوضع العام، لأن الوضع العام يعني تجسد في هذا الإنسان اللي احنا طرحنا قضيته. قد طبعا ليس لا يعني هذا أنه لا يتم طرح القضايا الكبيرة، عملية الغلاء المعيشة، ارتفاع أسعار الخدمات، الإسكان، القروض، لكن يعني برضو أنا أرى إنه عملية تغييرها ستأخذ وقتا طويلا، يعني لا ليسوا بحاجة لضغوط إعلامية لتغييرها بقدر ما هم بحاجة إنه يقتنعوا فعلا إنه يجب أن تعدل، سواء وظائف أو غلاء معيشة أو الأسئلة كثيرة، ولكن بودنا أن من الأستاذ سعود أن يكمل لنا الموضوع فيما يخص الصحافة المحلية آفاق وتحديات، ولدينا تقريبا 20 دقيقة. نتمنى أن يعني تكون هذه الفترة الزمنية مفيدة لطرح بقية الموضوع إن شاء الله. بالنسبة لل إذا تم تصنيف الإعلام كمقروء ومسموع ومرئي، في فترة من الفترات ظهر كلام أو تم تداول حديث بشكل واسع أنه الصحافة الورقية انتهت، وأن هناك توجه للصحافة الإلكترونية، وأن الصحافة الورقية لن يكون لها حضور. الحقيقة ما حدث الآن وأرقام توزيع الصحف وتزايدها خلال السنوات الأخيرة أثبت عكس ذلك تماما. يعني إحنا لو أخذنا مثال صحيفة مثلا الصن البريطانية كانت توزع حدود 4 ملايين و200 ألف نسخة، الآن تجاوزت 4 ملايين و500 ألف نسخة خلال سنة ونص تقريبا. الديلي ميل نفس الشيء، كانت حدود 3 مليون و800 ألف، أصبحت حدود 3 مليون و 900 ألف إلى 4 ملايين. الصحافة المحلية برضو في السوق السعودية أثبتت أنه مع طرح مشروع الطبعة المحلية للحياة، أثبتت أن الصحافة الورقية لا زالت تحظى باهتمام
القراء، حتى وإن توجد صحافة إلكترونية وكانت بعيدة عن أعين الرقيب، لكن لا زالت الصحافة المحلية، الصحافة الورقية أقصد، لا زالت تحافظ على تواجدها الحقيقة. الآن هناك حوافز، أو خلنا نقول نقاط معينة تشجع القارئ للحصول على صحيفة معينة، صحيفة بعينها. قد يكون القارئ مهتم بمادة إعلانية يبحث عنها، أو أن يبحث عن حدث معين يريد متابعته، أو أن يكون تعود شراء هذه الصحيفة، مجرد التعود فقط أن يمسك الصحيفة يتصفحها. الإعلام السعودي هنا كإعلانية الحقيقة لم نتمكن من مجارات الصحف حتى خليجية، رغم أنه لدينا السوق الإعلاني الأكبر في العالم العربي، لكننا لم نتمكن من تقديم الإعلان بشكل يتناسب مع المرحلة اللي احنا نعيش فيها ومع التحديات اللي موجودة حولنا. هذا إعلانيا. أما بالنسبة لعملية نقل الخبر، طبعا نتفق الآن أن الصحافة لم تعد، أو القارئ لم يعد ينتظر من الصحيفة نقل الخبر، لأن الخبر لديه من أمس بواسطة الفضائيات أو بواسطة الإنترنت أو بواسطة الإذاعة. أصبح هناك تنافس بشكل أكبر على نقل الخبر، فالقارئ حاليا يبحث عن ما بعد الخبر، عن تغطية، عن تحليل، عن قراءة في موضوع معين. الصحافة المحلية هنا على كاهلها الحقيقة لمواصلة مشوارها في بالخطى نفسها وبالنجاح التي كانت عليه فيما قبل. فلا يوجد للأسف لدينا شخص في السعودية الآن قادر على التحليل بشكل منطقي. الآن نفاجأ بأنه الحدث، فلنفرض انفجار وقع قبل 10 دقائق، وبعد 10 دقائق نجد قد يكون إعلامي، غالبا إعلامي، على شاشات الفضائيات يعطي تحليل، طبعا يعطي تحليل عن حدث وقع قبل 10 دقائق. تخيل، لا يملك عنه أي شيء، قد يفصل بينه وبينه 2000 كيلو، لكن ممكن يعطيك تفاصيل ويتوقع ويتخيل ويعطي أبعاد الموضوع. طبعا هذا أثر على نظرة في الخارج للسعودية بشكل عام، كيف ينظر العالم للمملكة وللحدث الذي وقع فيها. أعطيكم كمثال بسيط، أسواق العالم، أسواق النفط، مجرد أن يقع هنا أي انفجار في السعودية أو أي حدث تهتز أسعار النفط. لو كان الحدث في مكة مثلا، أو لو كان في جدة، علما أنه يبعد نحو 1800 كيلو عن آبار البترول، لكن لم يخرج أي محلل ليشير بأن الموقع اللي صار فيه انفجار على بعد 1800 كيلو من آبار النفط، وبالتالي لا يشكل أي تهديد. لكن خروجه وإعطاء التحليل أربك الأسواق، قد يصيب أسواق النفط في الخارج، ينعكس بكافة تفاصيله على المملكة. أنت كمتابع عندما ترى سعود الرئيس على سبيل المثال الفضائي يعلق على حدث في جدة، وبالنسبة لك أنت في جدة مقيم، تعرف أن الكلام اللي قاله ثلثين سعود الرئيس هذا مش صحيح، إما سامعه من واحد أو ناخذه له أحد أو بالتالي. هنا تكمل كارثة. أنت غدا عندما تأتي لصحيفة الحياة ستجزم قبل قراءتها بأن سعود الرئيس هذا رجل فبرك الموضوع كله، وأخذ يعني ما عنده معلومات موثقة، ولن تثق في هذه الصحيفة فيما نشرت الصحيفة. التحدي اللي أمام الصحف أنا أعتبره الآن حقيقة يعتمد على عدة نقاط. النقطة الأولى القارئ. القارئ أصبح خلينا نقول سلاح ذو حدين، أصبح أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات اللي حوله وقراءتها بشكل جيد، ولم يعد بحاجة لمن يكون عليه وصيا بأنه يعطيه النصائح. القارئ الآن لديه وجهة نظر كاملة حول ما يجري، لن يتم فرضها عليه من الخارج.
الصحيفة قد تقدم تحليل منطقي، لكن نرجع نقول أن التحليل مفقود في الصحافة المحلية، ما في تحليل. معنى كذا هذه واحدة من أبرز اهتمامات القارئ فقدها في الصحيفة اللي هو يبحث عنها. الشيء الآخر الـ 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 على سبيل المثال منطقة هنا فرضا في القطيف كان تعرضت لحدث معين، يفاجأ بأنه الصحيفة في اليوم الثاني نشرت تغطية معاكسة لما حصل. قد يكون حدث سلبيا يتم تحويله إلى حدث إيجابي، هذا أيضا يترك رد فعل سلبي لدى القارئ. هذه واحدة من النقاط المهمة أيضا، اللي هي عملية التعاطي مع الأحداث. يجب أن يكون التعاطي من الصحيفة بشكل أكثر احترافي، بعيد عن العواطف، بعيد عن التشنج، يكون نقل واقعي. كثير للأسف نجد أحداث وقعت، يعني ما يخفى عليكم قبل فترة نشرت قصة يمكن تعاطفنا معها كلنا جميعا في إحدى الصحف، عن واحدة تم اغتصابها في بيتها وصور السرير وصور، وفي اليوم الثاني نتفاجأ بأنه المسألة كلها كانت مفبركة. تخيل صدمة القارئ قبل تكون صدمة الجريدة نفسها، شكلت صدمة للقارئ. طبعا أنا ما أقصد جريدة بعينها، عفوا يا أخوان، أنا أتكلم عن الصحفي اللي نقل الخبر، وكيف انه ما قدر يوثق مصادره وما قدر يؤكد القصه هذه قبل لا ينشرها ويأثر فيها على مجتمع كامل. طبعا القصه انوخذت الوكالات الاجنبيه، القصه ترجمت. فانت كقارئ عندما تجد القصه بالشكل هذا لن تقتنع باي قصه اخرى، تقول اقل شيء تقول هذا كذب فبرك. هذه واحده من النقاط. الشيء الثالث، انا اجد انه نقطة يمكن أثناها قبل شوي ولا أجد حرج أني أقررها، أنه رأس التحرير في الصحف المحلية يجب أن يرحلوا، لم يتبقى لهم مكان حقيقة. الصحافة الآن بحاجة إلى ديناميكية أكثر، بحاجة إلى عقلية متفتحة، بحاجة إلى روح جديدة تبث فيها من خلال عمل ميداني بعيد عن المكتب، بعيد عن المحسوبية، بعيد عن العلاقات العامة. صحافتنا الآن في مجملها صحافة علاقات عامة وليست صحف تقدم خدمة للقارئ. هذا شيء، هذا واقع مؤسف حقيقة، أن تكون صحيفة للعلاقات العامة فقط. هذه يبدو لي أنا من أبرز التحديات اللي تواجه الصحافة الآن المحلية، عملية التعامل مع الخبر، عملية إقناع القارئ بالاقتناع بما هو منشور فيها، عملية خدمة القارئ ومنافستها للفضائيات وللإعلام حتى الأجنبي. الإعلام العربي ما نقدر نقول ضعيف، حتى السعودي الآن المملكة تسيطر على يمكن 40 إلى 50% من الفضاء الإعلامي الآن في العالم العربي كله، إذا ما كان أكثر. لدينا القدرة، لدينا الإمكانيات، لكن الكفاءات متواجدة لكنها لم تأخذ فرصتها كاملة حقيقة. أنا اللي أجده أنه أو اللي أرى ضروري الآن أنه يتم منح الكفاءات الشباب، أعطاهم الفرصة الكاملة لإثبات نفسهم ولخدمة القراء بشكل مهني يتواكب مع الفترة. أنا الآن عندي رؤساء تحرير استفدت منهم الفترة اللي راحت، من خبرتهم على مدى السنوات الطويلة اللي راحت، لكن ما قصروا جزاهم الله خير، وحان وقت الرحيل. يعني كل شيء نهاية، ما نقدر نقول إلى الأبد أنا باقي في الرئيس مدير تحرير إلى بعد 30-40 سنة، لأنه ترجع صحيفة الحياة تدهور، لازم يجي شخص بعد يفتكر أشياء جديدة اللي بعده يجي، وهكذا هي سلسلة يجب أن تتم. أما عملية الإمساك بالمناصب وبالكراسي لن تخدم الإعلام، وأنا يبدو لي هذا واحد من أبرز التحديات اللي تواجه الصحافة المحلية الآن اللي هم رؤساء التحرير. إذا في أي أحد يحب يسأل أو شيء تفضل. نقدم أريد أن أطرح سؤالا بسيطا ثم أترك الميكروفون إلى الأخ. إحنا لقد تعودنا كثيرا أن نسمع عن الصحفي الذي يتناول الخبر السياسي والخبر الاجتماعي وإلى آخره، ولكن لا نسمح في الصحافة السعودية بشكل عام ولا ربما حتى في الصحافة العربية، كثير ما نسمع ذلك في الصحافة الأجنبية، أن هناك صحفيا علميا يعني ينقل الخبر العلمي ويتناوله بالتحليل. هذا لا يوجد، فما أدري ماذا تعليق الأخ. نعم،
طبعا كثير كثير مننا ينظر للصحافة الخاصة بأنها نوع من الترف، أو قد يخرج علينا أن الصحافة السعودية لم تصل لمرحلة التخصص، وطبعا هذا مش صحيح. لكن القائمين على خلينا نقول المشاريع الصحفية فضع هذه مشاريع طبعا القائمين عليها يجدون أنه ما ليسوا بحاجة لإيجاد شخص متخصص مثلا في الاقتصاد. الاقتصاد قد تجد السعودية تحدث بالاقتصاد وبالسياسة وبالفن وبالرياضة، صحفي في كافة المجالات. طبعا قد يكون مهام الصحفي أن يكون مطلع، لكن ليس مطلوب منه أن يكون خبيرا في كل مجال يكتب فيه أو يتابع حدث فيه. عملية التخصيص طبعا في سعوديين حقيقة لديهم من الكفاءة ما يفوق أقرانهم العرب ببركة، لكن تبقى الفرص هي المسيطرة وهي العائق الحقيقة أمام. جزيل الشكر في البداية للأستاذ سعود الريس على هذا التقديم الطيب في الواقع. في البداية أحب أقول أنا قارئ قديم للجريدة، جريدة الحياة، من بداية إعادة طباعتها في أوائل التسعينات، وفي الواقع ظلينا ندفع ثمن غيابها عن الهم المحلي في سبيل تغطيتها بحرفية وبطاقم تحرير راقي جدا في القضايا الدولية وما أشبه ذلك. فكنا في الواقع يعني نستمتع روعة التحرير فيها، وقلم التحرير كعلامة مميزة في الواقع في الصحافة، واللي أجد لا مجال لمقارنتها بأي جريدة محلية أخرى. هذا جانب. بس في جانب آخر اسمح لي أستاذ أتكلم بشفافية. لابد الهم المحلي يفرض نفسه ما دمنا على الأقل في القطيف. لا يخفى على الأستاذ أن الشيعة يشكلون نسبة ما لن ندخل في الأرقام والحسابات، على الأقل نسبة كبيرة في سكان هذه المنطقة، وبالتالي مطلوب بل قد يكون يرتقي إلى مستوى الواجب مخاطبة هذه الشريحة والتعاطي معها بإيجابية في مقابل الصحافة الأخرى، أو على الأقل ما رأيناه في الماضي من وضع يعني طائفة كاملة مغيبة تغييب تام، واللهم إلا الإمامة يعني يتم التطرف لها. وحتى بالنسبة لجريدة الحياة في مشروعها الجديد في الطبعة المحلية، لاحظنا أنه تركز زي ما ذكروا الإخوان على موضوع الحدث اليومي، وهناك غياب إلى البعد الآخر، وهو اللي ممكن يكون هو البعد الحساس، البعد الطائفي. أنا أفهم جيداً أن الجريدة القوسين علمانية كما ذكرت أستاذنا، لكن حتى الجرائد العلمانية نجد أنها تغطي على سبيل المثال حدث قد يكون في الهند إلى مهرجان، ولو تأخر شوي زحتني. تفضل. نشوف بعض على سبيل المثال حتى هذه الجريدة العلمانية تغطي مهرجان في الهند على سبيل المثال، للهندوس لغيره، تظاهرة بين قوسين للعراة في البرازيل مثلا، يعني يتم تغطيتها، مظاهرة للشاذين في أمريكا مثلا يتم تغطيتها، بينما يجيك مهرجان ضخم هنا مثل مهرجان عاشوراء بكل هذا الصخب اللي يكون فيه، ولو على الأقل من باب خبري وليس من باب ديني أو مذهبي أو ما أشبه ذلك، نرى يعني غياب تام في الجانب هذا. وفي المقابل نرى أنه تغطية الحدث اليومي على إنجاز التعبير على المادة الفكرية أو نسميها بمعنى دقيق، بس أضرب كمثال بسيط أنه هو جريدة المدينة أجرت مكاشفات مع الشيخ الصفار
أصبحت حدث الصحافة كلها وحدث الشارع بعيدة كل البعد عن الموضوع الإثارة الطائفية وما أشبه ذلك، إلا أنها غطت بشكل جيد جانب حساس في علاقة المواطن بأخيه المواطن في البلد. لا فيها لا إثارة، لا فيها لا تجيش، لا فيها شيء. أنا أتكلم عن أن الهم الطائفي موجود، يجب أن تكون هناك معالجة ما لهذا الهم حتى لا يأتي، لا يشكل فراغ، يأتي المتطرفون لتغطيته. على العموم، فحتى الأستاذ فيما يتعلق بمسألة جزئية ذكر على سبيل المثال اللي صار يوم قبل يومين في صفحة 6، ذكر أنه كان مرت بالخطأ يعني، وهذا يعني إلى حد ما مقبول. لكن أستاذنا ما أدري هل هناك صار أي إجراء آخر في مقابل هالخطأ المخطئ يعاقب؟ فهل صار شيء من هالنوع؟ هل تمت مساحة للاعتذار العلني كما أنه هذا الشيء صار على صفحات الجريدة؟ وأنا في الواقع في الأخير، لا أطول عليكم، يعني اتصلت في الجريدة في الواقع وما يعني ما ارتحت بأي شكل من الأشكال للرد اللي لقيته. لقيت حالة تبريرية وتبريرية بقوة جدا مقابل خطأ واضح وبين. يعني تمنيت أنه لو يكون في حالة من التعاطي الإيجابي مع هالنوع من الاتصالات أو الشكاوي. في الأخير يعني لا يخفى عليك أستاذنا، ما أدري أحد من الشباب ذكر أو لا، مقابل خطأ بسيط مثل هذا يوزع منشور في البلد يحث الناس على مقاطعة الجريدة، وأنا هاي شفت المنشور لسبب أنا أعتقد وأؤمن بهذا الشيء أنه غير متعمد ولا يتبناه لا المكتب ولا حتى هيئة التحقيق العام، لكنه خطأ في النهاية ويجب أن يعالج. فهذا وأسف على الإطالة. نعم. طبعا بالنسبة للخطأ هذا احنا تحدثنا فيه في البداية، الخطأ هذا يا سيدي تأثر فيه، إذا نبي نتكلم بنفس الكلام اللي كنت أتحدث فيه، تأثر فيه السنة في الجريدة أكثر من الشيء حقيقة. مجرد ما تم نشر، كان في اتصال بيني وبين مدير تحرير المملكة أستاذ جميل الذيابي، وتم الاتفاق على صيغة معينة، وتم عندنا زميلنا حسين العوامي تم الطلب منه بمحادثة عدة أشخاص في المنطقة هنا للرد على ما ذكر في الصحيفة. أنا يبدو لي هذا بيكون أبلغ من اعتذار ثلاثة سطور ممكن أنشره. أنا فتحت مساحة أكبر من اعتذار ثلاثة سطور. الاعتذار لن يكلفني شيء، ممكن الآن بكرة أنزل لك يا ثلاثة سطور، بس لن يحل المشكلة. الفكرة اللي إحنا اقتنعنا فيها وجدنا أنها قد تكون من حق المنطقة أنه تعاتبنا وتحاسبنا على أي خطأ صار، من حق أبناء الطائفة اللي ذكروا بالخطأ هذا حقيقة بغض النظر عن سنة الشيء. فإحنا كان التصور أنه ممكن يرد مجموعة من الثلاث أو أربع أشخاص على ما ذكر بشكل عقلاني ومتزن. حتى أنا من الأشخاص أذكر قلت لحسين العوامي، يمكن قلت له أنا أبي أشخاص يحرجون الجريمة، لأنه غلطة إحنا نتحملها. جميل. ما حصل قد يتسبب فصل واحد أو اثنين، لأنه مثل ما أكدنا إحنا يعني أنا ما خلونا نكون منصفين، الصحيفة منذ انطلاقها قبل 7 شهور الآن وهي تسعى للدخول إلى كل بيت في المنطقة هنا. لا يمكن طبعا بأي عرف كان أنه السيئة تمسح الحسنات كلها، ما تصير هذا. إحنا ما نقول أنه دخلنا البيت ما فيها منية ولا جميلة، بالعكس إحنا جينا لأنه كنا نشعر أن المنطقة هذه تنقصها التغطية الإعلامية فقط. ما نظرنا لأنه ما لا أخذنا في بالنا أنه الأشخاص هذولي والله اضطهاد ما اضطهاد، هذا الكلام كله ما كان وارد عندنا حقيقة بقدر ما هو
كان مركز على تقديم خدمة إعلامية للمنطقة مثلها مثل منطقة الأحساء مثل منطقة حف الباطن. يمكن شفتم تركيزنا كان الفترة الأولى على أحساء وحف الباطن. الخطأ وقع، احنا تحملنا مسؤوليته وحتى حينزل بدود مجموعة أشخاص يبدو. يمكن الأستاذ جعفر كلمك حسين يبدو لي على الموضوع هذا بدوري لأنه كان بيكلمك، بس حينزل ردود أشخاص من المنطقة من هنا يردون على ما ذكر. مش إحنا نقول بس إحنا آسفين، إحنا آسفين ما تكفي، أنا وجهة نظري لأنه الخطأ كله نتحمله إحنا كامل. أنا أرجو يعني أرجو إنه 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 الخطأ هذا ما يكون سبب يعني إنه تباعد بين الصحيفة و أبناء المنطقة، لأنه في النهاية الصحيفة يهمها تكون لدى أبناء المنطقة. الخطأ ممكن علاجه زي ما قلت لك إذا كان سطرين، لكن أنا ماني مقتنع فيها، لكن أنا حسب ما وجدنا ووصلنا له أنه يكون في مجموعة أشخاص يردوا هذه تكون أقوى. هذه بالنسبة للخطأ اللي وقع. بالنسبة للعملية تغطية المناسبات مثل الدينية الشغلات زي هذه، خليني أكون معك أكثر وضوحاً. الخلافات أو بث الرسائل المذهبية والدينية ليس مكانها صفحات الجرائد للأمانة، لأنه ستثير أكثر ما تخدم. قد ينشر خبر، لكن نشرنا إحنا على العموم نشرنا عن عاشوراء، كان في فقرة صغيرة نشرت، وكان أذكر اللي قبلها كان يوم كان وفاة ال يعني كان في كذا مناسبة الحقيقة كتبنا عنها، من ضمنها كان يوم اغتيال الحكيم أذكر يوم كان القطيف فيها عزة، كان نفس فترة عاشوراء، كان فترة عاشوراء وذكرناها، ما كان في عندنا تحفظ عنها. لكن عملية إني أثير يعني خلنا نكون منطقيين أكثر. أنت شايف إنه في حساسية، زين، فمش من مصلحتي ولا مصلحتك إنه أنا أثيرها بشكل حساس. ليش ما أنا أخليها تمشي كجزء؟ أنا جالس أنقل صورة القطيف كجزء من هذا البلد وأبنائه كأبناء هذا البلد، ما يختلفون. عملية المذهب هذه أنا قلت لك أنا مش الشخص اللي يقررها ولا الصحيفة، ولن أسمح بأي شكل من الأشكال أن تكون صفحات الجريدة هي المكان اللي تم فيه التقرير. هذا من ناحيتي أنا، لكن أنا خلني أدمج. أنا يعني شوف إذا نبي نتكلم ندخل في تشعبات الطائفية والمذهبية وعملية ليش ما يتم وليش يتم، نقعد بحوار إلى بعد شهر. يعني هذا خلاف عقدي قديم ولا يحبذ بأي حال أحوال نشره على الصحف، لأنه حيثير جدل أكثر ما يخدم. لكن ما يتم طرحه الآن يتم طرحه في القناة البلد المنطقة، الحمد لله المنطقة تابعة للمنطقة الشرقية، أبنائها أبناء المنطقة الشرقية، ما في شيء يفصلهم عن المنطقة، ما في أي اختلاف عنهم عن المنطقة، داسين نطرح نقص الخدمات. هذا أنا يبدو لي اللي أنت فعلا محتاجه أنت هنا كساكن في المنطقة هذه. ما أنت محتاج الآن إثارة أي شيء قد يفسر بشكل أو بآخر بأنه شيء طائفي أو شيء عقدي. أنا هذه وجهة نظري يعني. فلعل يكون لعل إذا في لك يعني تعليق عليها تفضل.